الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع راكس ميل نيلس المسألة الأولى قلنا العلم لابد نتعلم أولا اسم من, التما... من كي لأن كيف, كيف نعمل بلا علم ما يمكن ما المستق... إنسان يريد يصلي لابد أن يتعلم كيف يصلي قبل الصلاة نعم إني من أدابنيت

المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة قلنا هي أسئلة القبر. ما هي المسائل الثلاثة؟ المسائل الثلاثة قبل أن نبدأ فيها نتكلم عن التوحيد. ان التوحيد لأنه قد يسألك سائل يقول أنت موحد. بس <تحفيق> يبغى no? لك يسيب كيكه نتكس سنة تكسر نعم انا موحد كسرت سيكل الان يعني كس يقول لك ما هو التوحيد؟ كسيب نتكس ميسون يوم الاينسس التوحيد هو ان نفرد الله يعني لا يكون مع الله مشارك نعم يوم الاينسس توحيد تهند في سداد ما بيعمل يوم الاينسس يا يوم يسد الله كذا نفرد الله سبحانه بما يختص به يعني هناك اشياء خاصه بالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يشارك

<applause> نعم يعني التوحيد توحيد ليك تريمال توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه ايزي توحيد الربوبيه هو افراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بأفعاله سبحانه وتعالى <applause> افعال خاصه بالله <تصفيق> 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 نعم الثاني افراد الله بالعباده لا يمكن ان يعبد الا الله الثالث إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات يعني لا يمكن أن نشارك الله سبحانه وتعالى في صفات أحد من الخلق أو في أسمائه نعم. إذا هذا التوحيد وله أقسام ثلاثة. نعم. يعني هذا كلم كلم توحيدي ما هي المسائل الثلاثة؟ المسألة الأولى لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات. هذه المسألة الأولى. إذا والصفات دائما توحيد الربوبية جميع الثلاثة الأول أول. أول والثالث لا القسم الأول أول. من المسألة الثلاثة إفراد الله بالربوبية وبالأسماء والصفات هذا القسم الأول القسم الثاني المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله المسألة الثالثة وسطية أهل الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. يا كلمناك تيمكسن مودوكو. المسلم يبول تيستيجا لبيجايس. كيف نكون وسط؟ ما هو الوسط؟ يا كوراس كوراس معلم مودوكات سلس. الناس انقسموا مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. ات مس انيم ست نيجو نور تيست انيم ست سوكتس لبيجايمس قسم يتعامل مع غير المسلمين بالسب والشتم والقتل وأخذ الأموال. التزمنا أرموس أن سيسكس ميتة مسلمين تقلب كيس لايما ودنيت يا تبا ودنيت يا وتابد من دفرا يعني دسم. وقسم يتعامل مع غير المسلمين بالمشاركة في الأعياد والاحتفالات ويلبس لباسهم تظن أنه واحد من الكفار. يا تينا أرموس أن سيسكس كيس ميتة مسلمين تقلب كيس

عنا من من وانا عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى يا برست الله ونحب لهم ان يكونوا على ما كان عليه عيسى عليه الصلاه والسلام لان عيسى عليه الصلاه والسلام امر باتباع محمد عليه الصلاه والسلام لا تعيد. ونقول لهم لابد

افراد الله بتوحيد الربوبيه بالأسماء والصفات سيسكي جبل تيما لاينس تيما تيغودس يا تيما نيمادي سامادست افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده يما لاينس تيما تينيميسس هل وسطيا في التعامل مع غير المسلمين يا تكوس ميت تي مسلميت كا لابي والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه وسلم.